السلام عليكم ورحمة الله، يا مرحبا بالسوع، يا مرحبا بالمليون. ما يسدن بشرح لكم هاي لعبة شوي غير عن لعبهن. بشتري بيت دايركت، يقولوا إن شاء الله الفلوس اللي عندي تكفي. طبعا اللعبة أنا بديتها شوي، فكرة اللعبة إن الواحد يشتري بيت، يأسس البيت ويرد يبيعه. واللعبة حلوة ترى، هي تعتبر سيميليشن أظني، ما أدري الصراحة شو تعتبر. بس ان ذا ليفت يو كان سي ثمب نيلز وير فروم سم تايمز ذي كومنت يور اكشنز باي اتنشن سبيشلي فور ذوز اون ذا توب. اوكي، الحين هذا اول بيت انا اسويه. انا سويت شويه مهمات صراحه. واو بوك، طبعا الموضوع فيه تنظيف وايد يعني، بس التنظيف بروحه يدخله فلوس. يعني نشتري بيت، الا كتر البيت فاضي مو في شيء. البيت مهجور على فكره، اشتريته انا. يمكن كان لازم اشرح لكم اكثر على اللعبة، ما ادري. المهم انا سويت مجموعة مهمات. والله عناكب بالدنيا، اسمع صوت ماي انا اخ فع. في عنده شي ينفع؟ يعني بيت مهجور، انا ما ادري شو متوقع احصل فيه، لكن اوكي. يبا وات اكلين هوم. شوف الحين مش وقت تتمسخر وتقول البيت نظيف مش نظيف. فكرة اللعبة نشتري بيت، نظف البيت، نبدل الاثاث، نسوي تصميمات. يعني الفكرة هي تحويل البيت من مكان كشرة ومستنقع للاوساخ الى شو؟ هل مغسلة شو؟ للبيع الفول. نبدلها، تعال شوفوا الجمال، شوفوا الدنيا، شوفوا ايه مهمات بسوونها انتوا في البداية. يعني هو الملل فيه شوي، شو انه لازم ننظف البيت. انا ما تعبني شغلة تنظيف البيت هاي، حس ما لها داعي. المفروض ان يكون في طريقة اسهل واريح من انه قاعد منول. بس ترى فيها سكيل بوينتس، يعني نزيد السكيلات. بعد ما نزيد السكيلات شو يستوي؟ ها كله بينعك زبالة شكله. خلاص بيت مهجور، ما ادري من متى مهجور. يعني اتوقع انه مثلا خليه بالطريقة هاي، ما اظني. بس بعد اشوف شو اقدر استعمل بستعمله، لانه ما عندي وايد فلوس ترى. راس مالي 6000، وصدق او لا تصدقوا ترى 6000. تعالوا بالمخمة كلكم، تعالوا يا بيت الكب، تعالوا. عم بيت مهجور، يعني في شيء من الواقعية. وبيت مهجور شو بيطلع منه في نهاية اليوم؟ هاي اللي ما يتنظفن، ها كله صبغة جديدة، كل شيء جديد. الجامات اوكي ترى، الجامات ما راح يتبدلن. سكتات شكلهم بعد يذاب، يعني ما نبدل كل شيء. يبالي سخان، بيوت شرق اوروبا يعني لازم سخانات، لازم دنيا. الحين لازم نفكر في التصميم. خلنا نفكر في التصميم، شو بنسوي؟ شكلي بسويه اخضر فاتح، هذا برتقالي يمكن، اتشاور ما ادري. من هي يمكن اسوي هني الصالة، شي ثاني بعد ما اعرف، ما ادري. وين تعليق المشترين؟ انا ما قاعد اسوي لهم سالفة ترى، لازم اسوي لهم سالفة انهم بيشترون البيت في النهاية. ادري لهم البيت لازم يكون خفيف على هواهم، يعني ما يستوي كله على هواي انا. اوف البيت من برا عبارة تنظيف، بعد البيت من برا عبارة تنظيف. بعد شغلانة ثانية هاي بعد انزين، خلنا نشيل العناكب لأنه ما أشوف الطريق هاي.
اللي اشوفه عناكب. سقف ليش وسخ؟ سؤال، شو وصل وساخ السقف؟ ولا ان البيت مهجور يسوي هالشغل هذا كله؟ طيب ايه العناكب؟ طيب طيب غرفة النوم شو بتكون؟ تكون عندنا غرفة، هاي صالة، دنايا لهني شو بحط المطبخ وكراسي، وبعد كل يبغى له شو شغل، هاي شغلة تنظيف، شغلة خايسة صراحة، شغلة تنظيف شغلة خايسة. انا ما بتحمل منظر البيت بالطريقة هاي الصراحة، هذا ما ابغى، ما ابغى ولا شيء هني ببيع 50. والله مو منه فايدة 50، شو اسوي فيه 50؟ قولوا لي، محتاج بيباني داد، محتاج كل شيء داد، كل شيء جديد محتاج، ها كله مو منه فايدة، اي شيء ينباع بحاول يجيب منه فلوس، 50 ست ما منهم فايدة. No bathroom, are you serious? زين الصبر، زين لازم نسوي حمام، لازم حمامات لازم نسوي، ادري ادري لا تشكون. زين خلنا نشتغل الحمام وانت بكرامة، شو رايكم اشتغل عليه شغلة طيبة؟ بس لازم يتنظف شوية أول مكان. تنظيف 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 في كل مكان. انزين خلنا نشوف تاب، نروح ستور، نروح باثروم ولا باثروم؟ ايوه شو نبع؟ لا 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 مو بشي غالي، 47 وين نو اسمبل. ايوه صح، هني في شيء ثاني بتركبون السامان بروحكم انتو، ايش يباله تمون تركبون؟ لازم براقيبها، كيف اوصل له اصلا؟ لو صدق مو برم اوصل له، لا بوصل له من تحت. طيب ولازم شوية ترتيب دنيا، يعني لازم نوصل بيبات ماي وخربطان والله اتمنى انهم لاغين هذا من صدق من اللعبة، تعرف ترص البراغة شوي ملل. بس شو لأن دهليز استوى توه. ايوه هذا نسكره، فلتر سوى عنا مغسلة. انزل نبا الله يعزكم المرحاض نفسه 53، ما في الوان ثانية عندهم صح؟ هذا لونه نفس اللون هذا اظني، اشوف لا غير، انا اشوف هذا نفس اللون، اي هذا نفس اللون، لازم نركب كل شيء، بعد بيع كل شيء الحين، حتى شور يمكن احط شور ثاني، لان هالشور ما منه احس ما منه فايدة الصراحة، هالشور منه فايدة؟ لا مو بشور، بشتري له شور جديد. ايوه في شور نوع واحد بس ما اعرف، اظن يوم بلفل كنا بنيان بلفل بيستفيد. يوه هذه شغلانة، بس مع التلنت بنزيد كل شيء، بنسوي عادي بيكون اوكي، ترى ما بيكون تعبان، بيكون وايد زين. وصل بيبات الماي، ايوه ماي بارد ماي حار، احنا عندنا ماي بارد على اليمين، انتوا وين عندكم؟ عكس ولا نفس الشيء؟ طب كل شيء شو البرغي؟ انا اقول شو صار،
قبله هذا هو نفس اثاث ايكيا. على كل شيء حاول اوفر ميزانيه ما اشوف الشمس ضاربه فيه ببيته. لازم اغير الديكور الخلفي بعد هالديكور ده يعني مش هو لابد. شوف الحين الشمس بتضرب ما تشوف ولا شيء. ما اذا تبون اللعبة هاي تصممون بيت لازم تسوون كل شيء بروحكم. هل شكل مشترى ثلاث من ايكيا قبل ركبه بروحه؟ ايوه ايه هذا حمام وانت بكرامة. ها حمام وايدين. ايوه فاستر مونتنج. ايوه انا ابايل فاستر مونتنج ابو افتك من شغلها. انزين ابا شو اسمه مش سيلينج لامس وكلب بورتس. لحظة على سالفة سيلينج لامس جود باي خلنا نركب سيلينج لامس. ايوه سيلينج لام ركتانجلر سيل لايت بلاك على هذا يكون حلو بلاك ان وايتي. بعدها فنان احسه حق حمام مكانه. لا زين وايد زين وايد زين. نبا وول تايلز نبا الكبار ديزاين حليو كلهم نفس السعر. هذا حليو احسه بيكون لا وايت اورنج. لا هذا شو سيراميك تايلز موزايك ركب موزايك. خلينا نجرب خلينا نشيل هاي يا الله ساعة اللي نسويه. ما ينفع ما يبني ما يبني. لا مش في أبا شيء ثاني. فيلم ثاني ليش ما فيلم ثاني كرم الجري. خلينا ناخذ هذا مو مشكلة. هذا ما با زين نحطي هذا. لازم نجرب الاشكال نشوفهم شو فنان شو فنان شو ينفع شو ما يصلح. هذي يبالها تالنت بوينت. هذا وين الكومنتات مالهم هاي يلا تكلموا الحين ترى اياكم ونشتغل. لو بس فالحين يوم الواحد مشغول باكج اوف تايلز يقول ود بي يوسفول. شو الباكج حتى كم اللعبة اللعبة هاي قبل شوفوا مكتوب بعد تحت على اليسار بيت المهجور. نعم انه مهجور. ما تلعبون ترى كل ما يفتح ترنت كل ما يستوي اسرع كل ما يستوي افضل. وبالا باب الحمام بعد وبالا باب الخاطر. بس شكل المكان قام يتغير. تايلز بعد والله انا الثاني اظني اللي بولونين مع البرتقالي بينفع حق المطبخ. نسوي المطبخ اللون بيكون مضبوط والله. بس هذا حلو الصراحة اشوف انا. بس يبالنا ارضية شوي فاتحة بس ما تذبح المنظر. عندي فلوس بس اهم شي عندي فلوس. اوكي تهبل تهبل وتشوف النتيجة النهائية. يمكن اطلع مصمم مبارع. شو رايك مصمم بيوت عقب خلاص
صارت نسيت تصميم بيوت. منزل الأحلام مع خليل جيمينج. أنا شفتهم ناس تسوي تصاميم نهائية الصراحة خلتني أشتري اللعبة من الآخر. أنت يمكن الحين إذا نحن من البداية نرجع أول فيديو وردكم وتعجبون. طبعا كل ما نلبل وكل ما هاكل ما يكون الأوبشن أحسن، وفي نفس الوقت كل ما نحن نتعلم على الأيتمات نتعلم على السوالف ونسوي شغلات أسرع. خلاص هذا اللي داخل صبغ بسوي. ما لبل ما أعطاني بوينتس. نو معنا فاستر موتنج أعطاني 25% ما أدري كم. ولا هذا غير فيرس بيطلع لي تالنت جديد حقه. أنا للحين فتحت مع المهمات، هذا أول بيت أنا أشتري يعني. أخ يعلق في هذا شو شكله؟ زين خلنا نغير مكانه. يمكن صدق هذا السبب إنه يعلق. لا هو يعلق. كيف يدخلون ياخذون شوارب بالطريقة هاي؟ في شيء غلط يعني مركبنا أنا. طبعا ترمز بعند بيت في أي وقت تشوفوا دق انتر على طول يصير بيع البيت، بس ما يسوى البيت شيء ما غير اسمه يعني بيت خرب خرابة منو بيشتري؟ ناس تدور تشتري شغلات جاهزة. انتوا الحين لو تروحون تشترون بيت ما تبون تشتغلون على هالسوالف هاي، بتبنون بيت اريح لكم. هذا اختيار المشتري على قولتهم بايرز واتفر. هذا انا احس انه معلق خربان مش مركب صح، ما اعرف ليش صح ولا غيره. هو الطريقة اللي راوني اياها اني اركب فيه، معناه الدفتر مال التعليمات غلط مش انا. شغلة ويلو بعد على الموب يراويني ان في غرف مغبرة وممتعنة حتى هني. وين مغبرة؟ زين ما اشوف الغبرة اصلا. وشوف الحين لحظة خلوني بس خلص هذا. علامة وصاخة هي علامة وصاخة والله. شوف اوكي الحين مكان نظيف. هذا ما نبغى، بنشتري بوب دورس وشي رخيص عن ميزانية. انترنال دور والله تغير، هو شيء مضبوط حبيبي اسميه فرق يسوي. المطبخ بسويه خشب على اسود، في اسود ما في اسود ولا بريك. هذا نشتري خشب على تايلز شوي فاتح هذاك الأورنج اللي قلت لكم عنه. ها كله حق المطبخ. وين وسخني؟ جام بس اوكي ارتحت نفسيا شوي.
شغل المطبخ، لعبتي المطبخ، لعبتي. شوفوا الحين كيف يطلع. شوفوا انتو بس سيستم قديم بنسوي شوي يطلع شو مضبوط، بس هو كان يتكلم عن تال باكج. بس الحين هدفي اني ما اخسر فلوسي كلها، لان هاندي مان اوكي تنو فاستر بلاسترين وقريد اسرع 20%. نشتري لنا دفعة جديدة، يبقى نتم نلفل بالطريقة هاي الحين. اوه يا حي الحياة، الحين مقبول اكثر وايد. اللي داخل هاي الوصلات الداخلية عند الباب اصبغة، او اصبغة هي احسن، احسها غامق شوي ولا زين. هذا ما نبغى خلصنا منه. زين الحين ابول تايرز قلنا هذا بنحطي فاتح على شو، على غامق شو حط عليه. هو هذا يطول اكثر بشكل عام، وهذا نفس الاولي ترى بس انه جديد. يا رموخ شوفوا بيفور ان افتر فوتوشوب، في فوتوشوب الحين في المكان، وفعليا يعتبر فوتوشوب ترى جميل جدا. اتري تعليقات هاي بيشترون بيت، خسر عليه كل فلوسي، بعد يشتري بعد يتوهق بعد يشترون هذا. واو مصيبته هذا ما اشتروا. الحين نبغى فلور تايلز نفس هذا. فلور تايلز غير يشتغل. اروح احط على منطقة كاملة. لول هذا بعد نفس الشيء بعد زين، بيريحنا من صدعة الراس. اخط عليه واروح هاي الشغلة. شو زين هني بيكون في لمسات شو خضرة، اشتري اخضر واحط اخضر في الموضوع. قلت لكم بحط اخضر لمسات ان ندخل البيت نشوف شو. ايوه هذا الاخضر، هذا مش هيلاك، هذا الاخضر اللي كنت ابغاه في بالي. لمسات في البيت كامل بيكون بالاخضر، مش الاخضر لكن في لمسات حلوه. شو جرين هي هويه البيت، تكون هي اللمسه السحريه مال البيت بتكون. يكسر الألوان بشكل مش طبيعي. طبعا هنا بركب جسمه يسمونه من هذا. لحظة هاي تديم ولا زين؟ لا هذا زين، خلى عيل خلى مثل ما هو. نبى الطباخة، وين الطباخة؟ شوف هاي شو حجمها، نحطي هاي هني غير قاعد الثلاجة عندها. زين نركب دايرك. والله الطباخ ترى هي كبيرة بالنسبة ل
المطبخ هذا كبير كبير يعني، مش صغير، بيت كبير. بيت ايه نبا كبت معلق، بس ابغى كبت صغير. من احسن كبت صغير؟ شوف هذا ابيض، ما بحط سخان انا، شي بيسكر شوي على الدرب، لكن لازم اقتله يعني. كيف مطبخ بدون شو؟ بدون هذا المطبخ سمان، هذا ما في مكان عندي حق كبت. اتوقع ان هذا زين، عادي وايد زين. هذه الصالة وهي غرفة النوم، اسوي غرفة النوم اول شيء. اول شيء غرفة النوم، نبى صبر منا مش لا برتقالي، الاثاث بي مش هذا نفسه، بس ابى صبغه هاديه اني اقدر احط عليها الاخضر هذا. يعني هذا ممكن احط عليه الاخضر، بسيري بالصبغه من هناك قبل شوي. هي بيركب عليه الاخضر بيكون وايد حلو، وايد زين بيكون. لازم بنحط باب الحين حق المطبخ، باب حق الغرفة هني، وبنسوي صالة برا تلفزيون خفيف خفيف. وهذا أيوة وقت النمسات خفيف بالأخضر، بتكون مش شيكو يعني، بس ان البيت يكون فيه شوي كسر اللون من فنون الفنك شوي الاخضر، ما اعرف شو شي يعني شوي شي. لا تسكف انا رمى اصبغي، لا ليش مفرض ابغى اصبغ السقف، مش عايبين اللون، ممكن بس يسقف اسود. الارضية شو نسويها؟ غيرة كيف ممكن نصمم بيت بي از از بوسيبل؟ نشوف كم بنبيع اخر شيء، لازم يعني ترتيب حي، ترتيب دنيا. ولو تلعبون الحين المكان بتجيكم 3100 فكرة، وانتو تسوون الفكرة لازمكم very simple. في شيب وعيوز يبون يسكنون من صورة ثاني ناس، على شبك العنكبوت هذا مرة واحدة قصوا علينا يعني، سبقناه المفروض يطير. بس هسه ما يكون في شرطة، يبغى له هيتر. ولا ما خلصنا نظافة نحن بعد كل هالتمسيح هذا، انزين فلور خليني في الاخضر يا جماعة. ها شو عندي نقطة زيادة، less paint paint tool sometimes faster painting 50%، لان نقطة ثانية شوف هاي الفرق ما يترى الا بالعشرة يسووهم كلهم. اذا هذا هلا نشيل سبواتنا نجيب الغرفة
هنلاقي البروش اختيار موفق يا جماعة. مضبوط انا يعني تركيب الالوان زين. ما اعرف جبت العيد ولا زين الحين. هني بعد ننظف الجامع الطاير هنسلمه من بيت وصخ بعد واحد شيرون. كيف مشتغل على البيت؟ يقول كذاب ما اشتغلت على البيت. الشكل يكون نظيف ناس ونبيعه. نقدر نقول له ها ادفع اكثر نفضنا في اي بي بعد حقك. أظني في نظافة برا بعد لازم أسوي شوي نظافة خارجية. النظافة الخارجية مهمة بعد. عدل هاي الشغلة كئيبة الصراحة. سوينا سوي هذا بنسوي بعد مضبوط. مية مية ولا فراخ الجمعية ألف الصالة ونشتري هذا. هي غرفة النوم يعني بنروح بيدز والسرير صغيرون. وشو الألوان اللي أروح أشتريها؟ مش وايد لا جولد سترايبس لا أبى شيء يا أبيض يدخل في ال يا حبيبي. ايه بيركب فيري نايس بيركب يستوي حلو مو زين. كاربت نبغى زوليه خضره. في زوليه خضره في لحظه غيرها نفس اللي عندي. لا النوم شي يبالها الحين يبالها كوميدينا صغيرونا ايش هذا. لا ولا اشوف شو عندهم. نبغى شي كبورتس. ايوة اني بحصل اللي ابغاه. ابيض كم سعرها هاي؟ مش انه غالية عند الجامع. هذا لها كرسي كرسي في هذا كرسي في مطلوب موجود طلب حصلته. ما اعرف اذا روم اضيف كولكشن جديد ولا مو روم. خلنا ناخذ نارديتر خلنا نركب لهم سخان. وين كان لدي ترى يا جماعة الخير؟ ديتر هوم الستوريشن بيكون هي هذا الديتر. كبر ديتر هني اسمبل حسب كذي. اقول لكم هذه الشغلة مش حلوة ما تعجبني. ركبنا الراديتر. في شيء ثاني نحطيه؟ مو شيء يتعلق. اي
اوه شوفوا هذا اخضر في بني، يركب مع الثيم حلو. خلنا نشوف شو كم هاي. ما بيري سمبل ابغى شيء ما نبغى اي شغلات. كومبلاينس في مرر ولا شيء؟ لا هاي الوقت قبلهم مروحة. لا ما كان مروحة مع هذا، مروحة يمكن هني في الصالة بس بعد مش وقته. الحين لازم نغير الأرضية اللي هني. احنا ما غيرنا هيك الأرضية صح؟ يو ما غير فلور تايلز نبغى سيراميك اورنج. اوف وايد فاقع هذا، انا اسف اسف والله. هذا فكرة افضل، نبغى الصالة شوي فاتحة ونفس ذاك ما ادري اخسر شوي. او زورية شي عندهم زورية، خلنا حتى زورية خلنا نجرب اول. فامجة بيتا فامجة باي بعد فامجة أبغى شيء فاتح، لكن ما في غير هذا يا ربع. مجبور إن خاكلة تطلب. هذا بعد ولا تغيير وانا وايد قديم. لازم تجديد على الاقل، تجديد على الاقل تجديد. زين اذا رانا نشوف نسوي نترن نفس الشيء، نسوي شيء فاتح بس بغي يمكن ابيض وحطي باكج وايت. لا خلنا نحطي بيركب عليه الاخضر في الجموات. لا صبغ احسن. ابغى شيء فاتح بدقه. شو برتقالي رايت بيج ما شكل اختيار طيب بس ثقيل شكله. لازم نجرب شوي ترى فكره انه مشروع الصبغات يداد لازم مش فاتح نفس ما كنت ابغى بس زين، لانه بيكون وايد سمبل اصلا هني. مش ناوي احط شيء يعقد اقول التم لو ما تبكوا فيها اخضر. بتشوف الاثاث بعد بحط شيء فيه اخضر. قال هذا ليش فيه هنا عنكبوت؟ هير كم من كلين اب هير شو هذا يبغى هني نظافة. ولا لا المشروع يبغى له وقت بعد، يبغى له شوي تخطيط ودنيا حركات حركات. هاي مش منظفة، لو بعد عليها عنكبوت بقى
ولا تنظيف. الحين بس ابغى انا مرتاح شوي ولا اشوف شبكة العناكب هذا ناشب لك المكان. وين فوق بقى؟ وين فوق؟ هي اللعبة في البيت كلها نتيجة النهاية ترى. أخبركم أنا. المطبخ هي ما بحط إلها سخان. شوف آخر ما بحط إلها. ولا بحط إلها. خل براي المطبخ، المطبخ خلي يشغلون شو اسمه. انا هذا مونو خلي يشغلون اي شيء اخون يشتي. اوكي بس اهم شيء احافظ على ثيم البيت. البيت اني واضح من البدايه كنت ابغاه. وين مواسير احصل شبكة عنكبوت زيادة؟ هو لكني انظفه، انا انظف ويطلع زيادة كل شوي. برا هني في شوف فيني تعال شبكة عنكبوت اللي هني. وين وسخ؟ وين وسخ؟ ما يوصل والله. اها مسوي له حشرة من الصبح. ما اعرف وين نظفت حتى ترى. ما اعرف وين نظفت صراحة. اوقف بروح اوكي ظهرني بعد بيطلع وصاها اللي يسكن عاد ينظف عاد. ايش انا اسوي لهم بلش اللي يسكن ذاك وش وش يقول ينظف نظفوك تربع ولا دق والله ما ينفع. يستوي على فكرة مفاوضهم أسعار أنهم بيع هواي شغلات. من الأخبار يبغالنا اساس ابيض واخضر الحين. ما اعرف شو الكوليكشن اللي عندهم للحين. طبعا ما لعماها قاعد اشتغل
في شيء شفته قهرني لحظة بس خلني اشله دي ابا هذا رده سوى عدل سوى عدله عدل ما يشتري صح سوى عدل جيد ارباب اشغل الليبل هو كان مصيبة معظم العاب السيميليشن الطريقة هاي يبغالها شغل شوي خلنا نشتري راديتر و سيميليشن راديتر تربوي ناو ركبة وشوف كم بيبا انا ايش مشتري لنا بثلاثين الف وكم مخسر عليه ما اعرف الحين لكن احط عليه تبغي بولا بولا بس ابيع هاي ابيع هاي اشتري شو سيلينج لامسيدات حق داخل ابيض ما في جرين ماشي ليش ماشي جرين ابا اخضر هاي السالفة ليتات نبي حق الصالة هني مكان جميل ايوه لا مضبوط المكان شغل ليتات لا 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 كان يصير مكان حليو شوف من الليت الليت هنا جديد لا الليت جديد ما ينفع ف المطبخ ليت الحين ايه ها حق المطبخ زين رقم واحد هذا زين حق المطبخ شوفوا زين نقرب ما بصبغ خلاص بس انا اصبغ بس هنا بابي جوان دورس هنا انت من دورس بابي جوان بيضحك هذا اوكي لا يب ابيض ثاني لازم بيبون الحين نبغى سوفا الحين نبغى شو سوالف صالح خلاص بنبدا نشتغل على ايوه سوفا أبغى شيء حق زاوية يحط قدام التلفزيون مو شيء كبير هوب كلام كبير في جرين في جرين عند المطبخ لا ما بحط عند الباب اوكي حط الكبت زين مال اسمه وين صار سيرفايفل خيب ليش سيرفايفل ما هو سيرفايفل انا يمكن بعدين يسرعوا ليش لا مش غلط مش غلط ابدا هم ابلاينس هم الكترونكس يا جماعة ضيعت من كبورت اظني كان هذا وايد عود ما بيركب وين من شكلك اول شيء نحط عليه التلفزيون يا جماعة هذا زين لا ابيض ما بسكر باب المطبخ هذا شوي لا اوكي اوكي على القياس على القياس والتلفزيون
مشتري ذاك خلاص راح تجي مارت بعده ايش سماه لاوت سبيكرز غالي هذا والله على البيت امشي بوله اثنين من هاي بسعر واحدة من هذيك نقول نحن نقول بالنا طاولة صغيرة وين ديسكس مش هاي وين نحصل الطاولات الصغيرة كيف نحط عرفت تقوم برموت عليها هذا كتب يوم بحصل اوه شير اوب ما ينفع هذا كريم طلعت بيت حلو على اثنين بيت وايد حلو انزين بعدني انا استكشف الشغلات اللي موجوده واللي مش موجوده واللي نسويها واللي ما نسويها والامور هاي بس صار ثواني رايت لا وايد اوكي بس مش بالضبط اللي بس هاي احلى طاوله يمكن حق الصاله 90 صح ياكلوا لهم شيء بيسووا لهم شيء شوفوا البيت فيري سمبل كل شيء من برا وين ليفنج روم سكول هاوس وذوت ليفنج روم عاد هاي شو بيدروم هاي ليفنج روم اللي مسوينها يو والله يا جماعة شوفوا مشروع البيت كيف استوى هنا شوي نسيته شوي مو عليك لا بسوي له طف شوف المطبخ هنشوف من البداية في الحمام وهذا هو رجعوا أول فيديو شوفوا كيف كان والله حلو صراحة طلعت مبهين أنا بس السوالف المطبخ كيف استوى المطبخ مش اوكي يبغى شغل شوفوا الصاله وصاله مضبوطه والله الصراحه فيري سمبل ما يبغى شيء غرفه النوم ما احلاها هي رقم واحد شوفوا هذا اول بيت نسويه بدق انتر بنبيعه يبود ذا هاوس انا اشتريته ب 31000 وشوي صرفت عليه 6000 7000 هاوس هاس فور رومز واحد اثنين ثلاث اربع اوكي صح انزين مساحته 36 ولا تقول 37 متر مربع ستارت اوكشن ما تشوف اي ونت ذس هاوس تو بيبل كان يبغى حمامين وين حاط حمامين اي دونت اندرستاند وات اي نيد ذس كيتشن فور اوكي وان بيدروم 49000 49700 خلنا نشوف 50000 يا حبيبي علي روح 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 شوف كم بندخل شوف كم بندخل This is no private space only for myself شوي صعب I wanted one bedroom not two ما اعرف ليش بس حسب هاي كنا بدروم على فكرة هذا خيارنا مش على كيفي بعد حتى نقشيت ما اقدر حتى لازم احطيها انا سالفة نقشيت بنبيعها بواحد وخمسين الف استوى عنا فلوس خلنا نرجع What's impression after the first auction? Would you like to check some buyer details before
اوكي عقب يا جماعه كان عندي 36,000 واشتريت بيت اشتغلت عليه وبعناه بكم؟ واحد ولا 59,000 59 ل 57,000 57,000 صح؟ ابى رايكم في اللعبه، قولوا لي تحت رايكم في اللعبه، تبون نكمل بيوت ولا ما تبون نكمل بيوت؟ شو تبون نسوي نصمم بالضبط؟ وشو رايكم في اللعبه؟ هل حبيتوها ولا ما حبيتوها؟ وهذا كانت بالنسبه لها الحلقه بيت الاحلام، سوينا اول بيت وبعناها بفائده تقريبا 20,000. شكرا لمتابعة الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.